باتجاه ايمان مبعلي الجوكر، الجوكر هذا، هذا الجوكر في وسط الملعب. خطره باسم يبعدها، جول جول. ولسه ما كملت كلامي وقلت ان المرتدات ربما تنهي اللقاء، فهكذا هي هي في الثاني. يعني سيطره كانت شعبويه. شايف هنا الهدف، هنا الهدف ايضا حارس المرمى يحسب لي ان بعدها الاولى والثانية، ولكن اين المتابعة من المدافعين هنا؟ شايف اين المتابعة؟ هو لعبها براسه وخلصها حارس المرمى ورجع مرة اخرى تابعها اللاعب واحرز هدف، فاين المدافعين؟ عموما هدف ثاني الان للشباب لتصبح النتيجة هدفين للشباب مقابل